الخبر الأول اللي عادنا عن يارا مار وليش هي معصبة. فالقصة كلها بدت يا حبايب لما تنشر هذا الفيديو ليارا تفضح أختها أو يارا تنشر فيديو لأختها شات هي ترقص بيه على التيك توك، فأغلب المتابعين صاروا يتهجمون عليها أنه خافي من ربك ومن هذا الكلام. فيارا صارت تقول انه ما يصير تتهجمون عليها وصارت هي معصبة من هذول الاشخاص، صارت تقول انه انتم اغبياء وحمير وان انتم تكرهوني الي لكن ما يصير تكرهون اختي وان هي اشرف منكم كلكم، راح احطكم الستوريات تشوفوها. يا جماعة الموضوع كتير زاد عن حده، حاجة بقى قلة فهم وغباء يعني ما بعرف شو بدي احكي لكم، بس عن جد انتم اولاد صغار ما بيفهم عليكم ابدا. بتحكوا عن بنت عمرها 9 سنين، طيب مو عيب؟ يعني شلون هيك بيطلع من قلبكم؟ طيب اوكي حكيتوا عني، اوكي ما عندي مشكله، بس تحكوا على اختي ليش؟ عن جد كثير عيب، والموضوع كل ما له عم بيزيد كل ما له عم بيزيد. ترى البنت عمرها 9 سنين، حاج قله ادب او قله فهم. يعني انتوا عم تنتقدوا بنت عمرها 9 سنين، فهماني الوضع؟ الموضوع شو انه عمرها 9 سنين؟ عيب عليكم هذا الشيء، كثير عيب. عم تحكوا على شرفها وعلى لبسها وهي اصلا لسه مو واعيه على شيء ولا فهمانه شيء. تمام اوكي كرهكم الي، ليش البنت يعني صغيره والله العظيم عيب عليكم كثير انكم تحكوا هيك. على اساس انتم محترمين وعلى اساس مربيين وعلى اساس كثير شغلات وعلى اساس انتم ما في منكم، كونوا فعلا هيك، لا تكونوا قليلين فهم وقليلين ولا تكونوا اغبياء. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات لا تستحق هذا التهجم، لا تعرضت لاختها او لا. روح على الوسام تيكت واعلان التنزيل الاول فيديو راح يكون بينه وبين ياسو. فاللي شاف هذا المقطع يا حبايب يعرف انه انا اكتشفت بحقيقه ان ياسو كانت بعيد ميلاد وسام تيكت وعمر الكيلاني. فوسام تيكت نزل على حسبه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان بي واحد من المتابعين قاعد يسال انه هذا الاسبوع اكو فيديو، فهو يرد علي ياب راح يكون في الاغلب عيد ميلاده. فكتبوا لنا حبايب بالكومنتات تتوقعوا ان ياسو حتكون بالفيديو او لا. راح علي المصطفى رايدر ورد علي ياسو، فرد نزل على حسبه بالانستغرام هذا الستوري كاتب شغل ساعه واحده هواي عليكم تونسوا باكر عيد. جاي كاتب على اغنية الراب، يعني من الواضح حكون اكو ديستراك على الموضوع، راح ينزلكم باكر الساعة بالاربعة، راح احطلكم رابط قناته بالوصف الكل يشترك بيها وينتظر الفيديو كليب. ننتقل حاليا للقمر مار والشي الغريب اللي صار. فقمر مار نزلت على حسبها بالانستغرام هذا البوست، وهذا البوست كان كاتبة عليه اول علامات النضج انك تتخلى عن اشخاص اللي تقدسهم. بعض المتابعين صاروا يتوقعون ممكن هي تقصد نورمار بهذا الكلام، انه هي صار لها فترة قاطعة عن السوشيال ميديا بسبب اكتئابها انه هي بعدت عن نورمار مثلا. طبعا ادري انه قمر مار هي بعد صغيره ولكن كل شيء ممكن، ما ادري. اكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شنو توقعاتكم هذا الموضوع. نروح حاليا لمحمد كريم ورد على الاشخاص اللي قاعدين يسوون فتنه بينه وبين اميره. فرز هذا الستوري كاتب بيده تجيني هواي سوالف خرابيط، ناس قاعده تروح يمنى وناس قاعده تروح يسرى، اسمعوا زين تعبان ومنايب وما لي خلق سوالف الزعاطيط، لذلك راح احكي من الاخر بدون اي تبرير او تفهيم. ما اريد اي مشكله او اي فتنه تصير بيني وبين الطرف الثاني، وما اريد ناس بوجهين مفهوم. اي مشكله كانت بيناتي هي مشاكل خاصه وما لها علاقه بالسوشيال ميديا. خلوا الاسم اللي يعجبكم وخلوا الصوره اللي تعجبكم، ترى ما راح اضوج اذا شخص شاف صورتي وخلى صوره غيري لان اعرف صورتي مطبوعه بالقلب. خليكم ريلاكس واللي مسلت لبسوه. فهو يقصد الاشخاص اللي قاعد يسوون فتنه بينه وبينه، وبنفس الوقت هو يقول انه اسمه مطبوعه بقلب اميره. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شعوركم بالكلام اللي قاله، وبس والله وصلت المقطع. لا تنسون الفيديو كليب مال ريدر الرابط بالوصف، وبس. كنت زين من قناة ملك القصص، ومع السلامة.